بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الشرح سنقوم بعمل تطبيق أو برنامج للأسئلة والأجوبة، وفي النهاية يعطيك درجات الامتحان أو برنامج امتحانات، مثلا نسميه برنامج امتحانات. أول شيء نعطي، أول شيء نحتاج اللي هي قائمة الأسئلة، الكيو ليست تساوي، نضع ضروري نضع يساوي، بعدين نضع أقواس الليست، بعدين الآن السؤال هو يا أنس 1 + 1 كم يساوي، وبعدها نضع الفاصلة هذه اللي تعني و، وبعدين نضع النقاط، هذول ضروريات أو هذول الاثنين تقدر تستخدمهم. يا أنس 2 + 3 كم، وأيضا 5 + 5 - 2 يساوي 3، صح؟ أيوة. الآن نجي لقائمة الأسئلة اللي أنت كأستاذ أو كشخص راح تكون مجهزهم. Q&A list اللي هي الأنسرز ليست، راح نسميها A list تساوي أقواس الليست ضروريات، بعدين هذا السؤال الأول 1 + 1 كم يساوي؟ يساوي 2، تمام. السؤال الثاني 2 + 3 يساوي 5، لا ننسى النقاط، إذا ننسى النقاط تصير مشكلة. السؤال الثالث 5 - 2 تساوي 3، تمام. لا شفتوا كيف؟ هنا راح تصير مشكلة، زي ما قلت لكم نرجع نضع كذا النقطة، نمسح، نجي هنا وهنا، تمام. هذا الكيو ليست، نجي هنا نحن البوينتس، مثلا بوينتس تساوي 0، طبعا نقاطنا اللي هم 0، تمام. نجي هنا نكتب 4x in range. احنا كم عندنا سؤال فوق يا شباب؟ الان راح اشرح لكم بكل سهوله. احنا كم عندنا سؤال؟ عندنا 3 اسئله، فنقول له يا اكس في حدود 3 اسئله، يعني لف في حدود 3 اسئله، او بالاحرى اعطيكم مثال. انتوا عندكم فندق، تمام، وعندكم عامل فندق. طيب انت كصاحب فندق، هل انت راح تضل تدخل على كل غرفه وتشوف ايش فيها؟ طبعا لا، فراح يكون عندك عامل. العامل هذا او الشخص اللي يشتغل عندك اللي هو الاكس، انت بتقول له يا اكس روح في الليست هذه، في الليست هذه، او في الليست هذه، يعني جميع الليستات اللي انت كاتب، تقول له يا اكس روح لف وشوف لي كل يعني كل سؤال ايش مكتوب فيه، تمام، في حدود 3 اسئلة. اذا انت عندك 5 غرف مثلا، اذا انا عندي 5 غرف مثلا، شوفوا راح افهمكم، انا عندي 5 غرف. شويه عشان تفهموا يا شباب الليست كويس كويس كويس. عندي هنا الجي 1 يعني غرفه 1، بعدين عندي غرفه 2، تحملوني عادي، غرفه 2، نسيت النقاط راح نرجع نكتبهم، جي 3، بعدين جي 4 مثلا، تمام. احنا عندنا 4 غرف، شوفوا ايش راح يصير الان، ايش صار؟ حاسس هاي اني كتبت شيء غلط. ايوه خلاص، لا ضبط الامور، تخيل معي. شوف الان راح نكتب مثلا برنت، انا حاسس انه ما راح تزبط، برنت كيو ليست، بعدين نعطيه الاكس كده، ضروري الاكس نحطه في هذا، اكتب برنت، ما تزبط، لازم اعمل لازم اكمل الكود. 4x in range 3، راح نقول له برنت يا سيدي، نسيت، برنت كيو ليست ومعها الاكس اكس، تمام. نجرب شغله مره ثانيه، ما تزبط. ايوه الان لا نسيت النقاط، ضروري النقاط يا شباب، ضروري النقاط، ضروري منهم النقاط، نسيت النقاط. شوفوا شو كتب لي. ايوه شوفوا شو كتب لي، كتب لي جي 1 غرفه 1 والغرفه 2 والغرفه 3. ليش ما كتب لي الغرفه 4؟
لأنه أنا العامل قلت له يا عامل إياك ثم إياك إنك تتجاوز حدودك اللي هي 3 غرف فقط، لا تفوت على الرابعة والخامسة والسادسة. إذا أنا قلت له طيب عادي يا عامل روح ادخل على كل الـ4 غرف، أنا عندي 4 غرف، قلت له روح ادخل على الـ4 غرف كلها شوف إيش راح يكتب لي. راح يكتب لي الـ4 غرف اللي هي أنا كتبت بس 4، المفروض كان أكتب G4. تمام يا شباب، شوفوا نعمل كلير ونرجع نفتح كمان، وجي واحد جي اثنين جي ثلاثة وجي أربعة، 4 غرف. تمام، إذا أنا بقول له إنه في الغرفة هذه مثلا، إحنا خلاص السؤال الأول هو جي واحد إيش يساوي؟ جي واحد مثلا يساوي جي واحد، عادي يعني إحنا نعيد كل شيء عشان يكون كل شيء واضح وسهل لكم. لا جي اثنين عفوا، هو شرح راح يطول، شرح راح يكون طويل بس عادي مش مشكلة، أهم شيء تفهمه. نقطتين ضروري منهم يا شباب كالعادة مثل ما قلنا، جي أربعة. تمام، الآن أنا إيش أكتب؟ طبعا بعد ما كتبت له قلت له برينت كذا، راح أجي هنا راح أقول له الإجابة اللي هي A N. أنا الإجابة يعني هي الأنسس، أنا راح هنكتبها لكم عادي، يعني answer تساوي input. input يا شباب اللي هي قيمة الإدخال، قيمة إدخال، يعني إدخال الشخص يدخل قيمة، يعني تعطيه مساحة إنه هو يكتب شيء اللي يبي. input بعدين نعمل أقواس، بعدين النقطتين هادو، بعدين نكتب مثلا enter the answer، أدخل الإجابة. تمام، الآن نقول له if، إذا يا يعني يا برنامج، إذا الانسر تساوي، ضروري تساوي، إذا كتبت بس تساوي واحدة فأنت كده بتكون تعطي للانسر قيمة جديدة. تمام، لو أنا قلت له مثلا تساوي الاي ليست، بعدين قلت له اطبع، راح يطبع لي الاي ليست كامله، ما راح يطبع لي شيء موجود جواها. تمام، فلازم نقول له تساوي تساوي، اذا كانت الاجابه تساوي الاي ليست معاها الاكس، لان الاكس بيضل يلف، يعني الاكس بيضل العامل هذا اول ما راح يوصل الكود لهنا للاف هذه راح يشوف، راح يقول له اذا السؤال هذا يساوي الليست هذه. طيب الليست هذه مين هو اللي مسؤول على انه يروح على الغرف كلهم يشيك على الغرف؟ اللي هو الاكس، فلازم نقول له الليست ومعاها الاكس، اذا العامل الاكس، اذا الاكس هذا الشخص اللي بيشتغل عندنا دخل على الغرف هذه فاعطيني كل غرفه لحالها. تمام، وضروري نحط النقطتين هذول. بنقول له بوينتس، طبعا بوينتس تساوي points زائد، احنا كم عندنا سؤال؟ عندنا 4 أسئلة، يعني نقول احنا 25 نقطة. تمام، print نحط له كده صح. تمام، خلاص هو كده كود انتهى. بعدين الالس هذه يعني في النهاية كده نقول له print، طبعا البرنت اللي فوق لازم اقدمها، اخليها قدام شوية، برنت إجابة خاطئة. تقريبا الكود انتهى، لازم نقدم في البرنت شوية هنا لقدام كده، تقريبا الكود انتهى. كان المفروض الكود يكون انتهى، بس ليش؟ لا إله إلا الله، طيب ليش؟ طيب كود سليم 100%، ليش بيقول لك سبيس؟ ايوه كده، نيجي هنا كانت هي بس مسافة، لما قريت انا المكتوب فوق طلعت بس المشكلة في المسافة. أيوة الآن شوف يقول لي يا شباب، الآن يقول لي الجي واحد إيش هو جواب جي واحد، فلما إحنا كاتبين الأجل الإجابة هي جي واحد، شفت شو أعطاني؟ أعطاني علامة صح اللي إحنا كنا حاطينها هنا برا، شوفوا
إجابة إحنا قلنا لما نجاوب إجابة صحيحة فيطبع لنا كذا. تمام يا شباب، أنا المشكلة كانت عندي في المسافات بس. أوكي نجي نرجع نعمل كلير، امسح كل شيء. السؤال الأول اللي هو جي واحد، الغرفة واحد إيش هي؟ حنقول غرفة واحد. تمام أعطاني صح. أوه نسيت شيء، نسينا شيء، نجي نكتب، نسينا النقاط عشان نكتب من النقاط. عندنا برنت مثلا ايه بوينتس، مثلا بوينتس ضروري نكون هنا بين هذول كده your points، بعدين نضع كده، بعدين نقول له points كده، بعدين نضع واو مرة تانية، بعدين كده out of 100، يعني راح يقول له نقاطك هي، راح يطبع له النقاط اللي احنا كم، احنا انت كم جمعت نقاط، وبعدين راح يقول له من 100. تمام نيجي هنا ونشغل، بسم الله شغل جي واحد، راح نجاوب على كل الأسئلة صح. جي واحد السؤال راح أجاوبه غلط، أعطاني غلط. السؤال الثاني السؤال الثالث اللي هو جي ثلاثة، السؤال الرابع اللي هو جي أربعة. تمام أنا الآن جاوبت ثلاثة أسئلة صح وسؤال غلط. شوفوا إيش راح يعطيني. أعطاني إن نقاطك هي 75، نقاطك هي 75%، لأن أنا هنا جاوبت سؤال غلط. شفتوا السؤال الثالث جاوبته غلط. وهكذا يعني الآن أنت تقدر، أنا هنا تقدر تكتب الأسئلة اللي أنت تبيها، يعني ضروري تكتب مثلا السؤال هنا مثلا جي واحد، لازم تكتب هنا إجابة السؤال الأول يعني كده بالترتيب، يعني مش تكتب السؤال الأول واحد زائد واحد وتروح هنا والسؤال الثاني 2+2، بعدين تجي هنا الرقم الإجابة تقول له هنا الإجابة تبع الاثنين زائد اثنين أربعة، لا راح تكتب كده راح يكون يعني راح تكون إجابة غلط. إذا هو طلع له سؤال واحد زائد واحد وكتب اثنين راح يطلع له إجابة غلط، راح يطلع له إن الإجابة الصحيحة هي أربعة. فلازم يكون كل شيء مرتب، يعني مثلا هنا السؤال الأول مكانه في القائمة هو صفر، فلازم تكون إجابة السؤال الأول هي صفر في القائمة. تمام أتمنى إن تكونوا فهمتوا، اللي ما فهم يجي عندي على تليجرام أو يخلي تعليق، إذا الناس تفكرني إنه أنا أصلا تليجرام حخليكم حسابي الشخصي تليجرام، يعني مش قناة أو شيء. فاللي بيستفسر عن سؤال او شيء في التطبيق، في خصوص التطبيق هذا يا شباب، في حدود التطبيق هذا. تمام في حدود برنامج الاسئله هذا باستخدام الليست. اللي ما فهم اي شيء في الفيديو هذا يجي عندي على التليجرام، وباذن الله اشرح له كل شيء وما يطلع الا راضي وفاهم. واذكركم يا شباب ان انا مبتدئ زيني زيكم، الشرح هذا جزا الله خير اخ جزراوي من الجزيره، شرح لي شرح هذا، شرح لي التطبيق وشرح لي الليست بصفة عامة، واستفدت منه وقلت خلي أفيدكم وشارك معكم استفادة. فأنا أيضا مبتدئ زيني زيكم، الله يسعدكم وفي أمان الله.